عودة إليكم مجددا مشاهدينا، احنا ما زلنا متواصلين معكم بفقرتنا المختلفة والمتنوعة، والآن نروح إلى فقرة أخرى أو ركن آخر وهو فقرة ضيف الصباح بعد الفاصل. مشاهدينا دائما في مجال التكنولوجيا، في مجال الإبداع، اليوم في ضيف الصباح راح نتعرفوا على شاب جزائري مبدع راح يكون معنا، هو صبرو عبد العزيز اللي كان يعني اخترع أو أطلق تطبيق أطباء الجزائر. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك معنا. بك وهلا، شكرا على الاستضافة. كيف صباح لاباس؟ والله الحمد لله. فينا مرحبا بك معنا. الحمد لله. بك وهلا. ربي يهنيك. حنا كل ما يجي ضيف نيو داي دائما يعرفنا بنفسه، وانا نحب تعرفنا بنفسك. اكيد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، صباح الخير لكل المشاهدين، شكرا على الاستضافه، وشكر خاص للاخ محسن على الدعوه، بارك الله فيكم. انا صبرو عبد العزيز من ولايه غردايه، ماستر اوتوماتيك جينيكتريك، خريج جامعه غردايه، وعندي تقني سامي في الاعلام الالي، يعني البرمجه تعلمتها كهوايه، وبليس عندي تقني سامي وانا انفورماتيك. قعدت في المجال تاعي. في المجال تاعي، يعني طورت عدد من التطبيقات باللغه العربيه والانجليزيه، تطبيقات حوالي 20 تطبيق، اكثر من 20 تطبيق باللغه العربيه والانجليزيه، تطبيقات تجاوزت مليون تحميل في انحاء العالم، يعني في التطبيقات هذه، تطبيقات في مجال الكهرباء والالكترونيك والانفورماتيك. وان بليس تطبيق اطباء الجزائر اللي انتشر بسرعه في الجزائر، يعني عنده خمس سنوات من اطلقنا التطبيق هذا، كنا نجمعوا فيه المعلومات باش نسهلوا على المرضى عن البحث على الاطباء، على الصيدليات، على المستلزمات الطبيه، نسهلوا عليهم تبرع بالدم، اي شخص يحب يحتاج متبرع بالدم راح يلقاه في التطبيق هذا، نسهلوا عليهم الادويه، سيارات الاسعاف الخاصه، يعني اي شيء يقدر يساعد المريض راح نقدمه احنا في التطبيق هذا. اذا بالك المشاهدين يعرفوا تطبيق اطباء الجزائر كدليل، ارقام هواتف الاطباء، صيدليات، مخابر التحليل، وايضا متبرعين بالدم، والعديد من المعلومات. احنا راح تكون اضافات ان شاء الله اخرى للتطبيق، تطبيق متواجد على متجر بلاي ستور، على جوجل بلاي ستور، اي شخص يدخل الجوجل بلاي ستور يكتب اطباء الجزائر راح يلقى التطبيق، تطبيق محمله منذ خمس سنوات، الاحصائيات محمله ازيد من 200 الف شخص، 100 الف شخص راح يظهرها بلاي ستور، يعني اون بليس، وتقييمات تجاوزت 11200 يعني لحد الساعه، تقييمات يعني تاع الناس معدل 4.5 4.8 على 5، يعني التقييمات يعني الله يبارك الحمد لله، يعني جينا رسائل تشجيعيه ورسائل يعني اعجاب بالتطبيق. التطبيق الفكره تاعو هي يعني انايا كهوايه كنت نتعلم البرمجه، يعني كهوايه قبل ما ندخل الجامعه، قبل ما ندخل التكوين المهني تعلمت البرمجه هذه، يعني كهوايه من اليوتيوب، من مواقع التواصل الاجتماعي، من لي فوريم ذاك الوقت. البرمجه بديت من المتوسط، بديت نتعلم البرمجه، بديت بالفيزوال بازيك 6 في بي 6، ومن بعد رحت للويب ديفلوبمون تاع الويب، البي اتش بي، جافا سكريبت، جي كيري، يعني تعلمت من كل لغه، حاولت اني نتعلم حوايج جدد. ومن بعدها جاتني فكره انه نتعلم تطوير البرامج، يعني تطبيقات الاندرويد، تطبيقات الاندرويد في هذا السكان في سنه 2015، يعني بديت نتعلم في تطبيق الاندرويد. اول شيء فتحت حساب في مطور جوجل، تفتح لازم باش تكون ترفع تطبيقات على بلاي ستور لازم يكون عندك حساب مطور في جوجل، باش تكري حساب لازم لك 25 دولار تنسكري تاع انسكريبسيون، ومن بعد تدخل فيه. فتحت الحساب هذاك، ومن بعد جاتني الخدمه الوطنيه، يعني جات الخدمه الوطنيه، دونك رحت درت الواجب الوطني، رحت عقبت، اون بليس يعني كان ماذا بيا نقعد في الحماس هذاك باش نتعلم. فتحت الكونت هذاك الديفلوبمون، ومن بعد في الخدمه الوطنيه، لما كنت في الخدمه الوطنيه ديت معايا، وفي الوقت الفراغ تاعنا يعني في الليل، وكانوا معايا الزملاء تما، يعني ما كنتش نخليهم يرقدوا خلاص، يعني بالمناسبه نحييهم ونطلب منهم السماح ونحييهم، يعني عندي مده ما شفتهمش اصدقاء هذو، ما كنتش نخليهم في الليل يرقدوا كامل، يعني كنت نتبع لي فورماسيون ايطاب بار ايطاب باش نديفلوبي لابليكاسيون الاولى، يعني كان عندي هدف اني نديفلوبي اول ابليكاسيون ببليها في بلاي ستور، في متجر بلاي ستور، هذا هو الهدف تاعي الاول. اول تطبيق صممته دليل برامج الحاسوب، يعني جمعت السوفت وير المشهورين في الويندوز،
يعني اي كامل البرامج وندير لهم نبذه تعريفيه، يعني اي انسان مبتدئ في المجال الاعلام الي نعرفوا بالتطبيقات ولا برامج الحاسوب هذا واش يدير، هذا واش يدير، هذا فوتوشوب تاع مونتاج، هذا اتسيتيرا. جمعتهم وببليت وببليت لابليكاسيون من 2016. وبعدها ما كملت الخدمه الوطنيه جاتني فكره اني نصمم تطبيق اطباء الجزائر. نعم. تطبيق اطباء الجزائر كانت الانطلاقه تاعو نوعا ما صعبه لاني بديت مباشره ب 48 ولايه، يعني فتحت المجال. جوستومون هذا واش كنت حاب نسقسيك انا، كيفاش كنتوا تتعاملوا بالك مع الاطباء وتتواصلوا معاهم؟ قبل ما نتعاملوا مع الاطباء يعني الانطلاقه كانت نوعا ما صعبه، يعني باش تنطلق بالشكل هذا بالامكانيات تاعي انا شخص جمعت المعلومات يعني عن طريق الكارت فيزيت، وليت نسيزي 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 نكري في الباز دوني، يعني كان عندي هدف ان نكري باز دوني هذا اهم شيء. بديت جمعت معلومات، عندي جمعت سيزيت الالاف من المعلومات في الابليكاسيون كانطلاقه كانطلاقه. ومن بعد في 2019 كنت نجمع المعلومات نوفر للناس، وكان جيني يعني رسائل تشجيعيه وكذا ويعطوني افكار جديده باش نسح، وكانت ناس تراسلني في الخفاء يعني ما نعرفهم، بالمناسبه نقدم لهم تحيه، يعني كانت ناس في الخفاء تقدم لي المساعده ما نعرفهم، في ناس يحبوا يديروا الخير يساعدوا المرضى. وفي 2019 اتصل بي شخص، يعني هذه قصه يعني اللي اثرت صراحه وزادت اعطتني تحفيز وتشجيع. اتصل كان اتصل بي شخص عن طريق البوت ايميل، ما كانش عنده ريزو سوسيو، في البوات ايميل كان يبعث لي معلومات على الاطباء على مستوى الوطن خاصه في الغرب، يبعث لي المعلومات وانا نسيزيهم، يعني كنا نعملوا مع بعض. ومن بعد في الاخير واحد الخطره ما بعثليش، يعني ما راسلنيش طول، من بعد بعث لي قال لي اسمح لي كنت مريض. سقسيت على الحاله تاعو وقلت له بحال واش عندك انت كانسان؟ قال لي انا انسان اونديكابي، راني في سنين فراش، يعني حاله كارثيه، عنده احتباس للبول، عنده مشكل في الاعصاب، يعني ما يتحركش انسان هذاك. يعني انا استغربت كيفاش الانسان هذا مريض وكذا وحب يساعد المرضى، حب يساعد المرضى. يعني زاد التطبيق هذاك يعني عز عليا وحسيت بالمسؤوليه اني يعني هز امانه لحد الان. كانت فكره دي بالاول انه انا نساعد المرضى، كان يعني التطبيق تاعي شخصي. بعد ما شفت الناس هذو من المرضى اللي حابين يساعدوا الناس، يعني وليت شعرت كاني هز امانه، يعني انا كاني مسؤول على التطبيق هذا، لازم ننجحوا باش الناس اللي كانت تساهم في التطبيق يعني تدي الاجر، يعني كان هذا الانسان كان يبعث لي وكان الناس يتبعث لي على اساس انه تزيد معلومات باش هما يدوا الاجر، يعني يكونوا همزه تواصل بين المرضى والاطباء. يعطيك الصحه يعني. وتكون صدقه جاريه بالنسبه لي، يعني حسيت من المسؤوليه. رحت زرته، يعني رحت طلب مني صديق السيد بالمناسبه نحييه والاخ جابر، قالوا لي نروحوا نزوروه في ولايه سعيده نشوفوا حالته، اسكو الانسان هذا كاين منه ما كانش منه اتسيتيرا. رحنا زرناه ولقيناه كيما حكى لنا السيد، طرح الفراش ما يتحركش مشلول حركيا، يعني حتى انا استغربت كيفاش كان يلم في المعلومات، الكم هائل من المعلومات. يعني درت عليه فيديو في موقع التواصل الاجتماعي وعرفت بحالته وطلبت مساعده من الناس انه اللي يقدر يساعد يروح يزوره في المكان تاعه في داره ويشوف حالته ويساعده. يعني اعطاني دفعه معنويه واعطاني تشجيع باش نعاود نكمل انا، يعني كان جهد كبير، يعني كان عندي تعب كبير باش نجمع المعلومات باش نسيزيهم وحدي وكذا. ان شاء الله يكمل يعني اكثر تطورا ويوصل للكثير من الناس والمرضى اللي راهم محتاجين. وحنا كان موضوع يعني الساعه او الاسبوع اللي تكلمنا عليه كثيرا في البرنامج هذا الاسبوع هو الصالون الوطني للابتكار اللي جاء تحت شعار الابتكار اساس التنميه المستدامه. شفنا فيه باللي كان التركيز على الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا، عن طاقة متجددة، وقالوا لنا باللي كان كاين حوالي 60 مشروع احدهم مشروع تاعك. مشروع تاعي اكيد. بالمناسبة انني استاذ في التكوين المهني، يعني توظفت جديد في تخصص كهرباء صناعية، يعني رحت لصالون الابتكار عن طريق وزارة التكوين بما اننا تابعين وزارة التكوين المهني، وشاركت في يعني عرضت التطبيقات هذه اللي نالت اعجاب تاع الوزير، والوزير بحد ذاته يعني يعجبوه التطبيقات هذم بما انه تمس. والشيء اللي عجبني يعني اللي حسيت به صح انه كاين ناس مشاركين بمشاريع تاعهم في الذكاء الاصطناعي، يعني بعض التطبيقات تاعي بالانجليزيه وعلى سبيل المثال تطبيق اساسيات الاردوينو ولا اردوينو بيزك، يعني كانوا يجون يقولوا لي بلي هذا التطبيق كان عندنا ما كانش على بالنا بلي الجزائري خادمه.
يعني شغل زاد فيه نص صراحه. يعني معظمهم يعني مو واحد مو زوج يقول لي ما كناش نعرفوك انت كشخص يعني باللي انت هو اللي ديفلوبيت لابليكاسيون هذم في الاردوينو بيزك ولا في الاساسيات كهرباء والكترونيك، مي كانوا هذم لي زابليكات ولا كهرباء صناعيه يعني في الدومين تاع التريسيتي والكترونيك. يعني قالوا لنا بلي بارك الله فيك وهذم التطبيقات احنا كنا نستعملوها، يعني حاجه يعني ما نكذبش عليكم زاد فيه نص كما يقولوا. والحمد لله يعني الصالون كان في المستوى، كان تنظيم رائع، يعني شفنا كفاءات رائعه الله يبارك. يعني الجزائر فيها طاقه شبابيه كبيره، يعني الناس ابداع لا ينتهي، يعني افكار ما شاء الله. نعم احنا نشكرك بزاف. شكرا، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. كاين نقطه اخرى نعم انا نضح نعطيك المجال باش اعطينا كلمه اخيره. معليش، هي كاينه واحد المبادره انا ممكن ما يعرفونيش، يعني فتحت باجا في الفيسبوك سميتها تطبيق اطباء الجزائر، وانا كنت راح ندير باش نساعد المرضى اكثر. كانت عندي فكره اني نزيد يعني جمع تبرعات للمرضى، يعني ما يخفش عليكم كاين مرضى بزاف محتاجين للعمليات الجراحيه وما عندهمش الامكانيات باش يديروا ديك العمليه الجراحيه، يعني يحتاجوا في الكثير من الاحيان انه يجمعوا التبرعات، يعني يحتاجوا الناس باش تساعدهم في جمع التبرعات من اجل العمليه الجراحيه، مما يضطروا انه يتصلوا بالصفحات الفيسبوكيه المشهوره كاع يعني بارتو باش ينشروا لهم الانشغال تاعهم، لعل وعسى يجوا ناس الخير ويساعدوهم في والصفحات بحد ذاتها. انا طرحت كنو طرحتها في بشكل الفيديو، صفحات بحد ذاتها ما تقدرش دير الفيريفيكاسيو اسكو هذاك الانسان صح محتاج او هي عمليه احتيال. دوك هنايا وفي صفحه بطبيعه الحال هذه بما انها ما تقدرش دير الفيريفيكاسيو راح تتجاهل الانسان هذاك، وممكن صح يكون محتاج ما تقدرش تساعده. انا طرحت الاشكال هذا، قلت الصفحه الجزائريه كامل درت لهم نداء على اساس انه نتوحدوا كامل الجزائريين ونديروا صفحه واحده، والصفحه هذه يكونوا فيها لي زادمين من كامل الولايات. على سبيل المثال لما يكون مريض من ولايه غردايه ولي زادمين من ولايه غردايه راح يتنقلوا المكان تاع المريض ويشوفوا حالته اسكو صح الانسان هذا محتاج ولا لا، من بعد يعطوا الاوكي لي زادمين وراح كامل الصفحه تنشر. والمبادره راحت ابعد من هاك، لما كان نشر اخونا بالمناسبه نحييه ياسين كريميه في الصفحه تاعه قال لهم يعني يعني حاب يعني تحقق حلمي ان نديروا مستشفى جزائري، يعني مستشفى مواصفات عالميه في الجزائر عن طريق تبرعات تاع الناس الجزائريين عايشين في الخارج او في الجزائر. وانا اتصلوا بي الناس يعني يعني بسطاء قالوا لنا احنا بالرغم من الامكانيات ما عندناش لكن راح نساهموا في المبادره هذه، احنا ماذا بينا نوحدوا الشعب الجزائري كامل في المبادره هذه. لكن وكاين دكاتره تصلوا بينا وكذا، وكاين دي باج يعني مليونيه كيما باج توب كومنتير طاب باج الدكتور عبد اللاوي عبد الرحيم يعني نحييه بالمناسبه، يعني واسمحوا لي لي باج الاخرين لا ما نذكرش اساميهم اخبار الصحه في الجزائر، يعني لي باج كامل توحدوا على الفكره هذه وعجبتهم الفكره هذه. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله باش توصلوا ان شاء الله لهذا الهدف النبيل اللي راكم تقوموا به. يقدروا يعني الناس يتواصلوا معكم عبر صفحه تطبيق اطباء الجزائر باش يتعرفوا ويكون عندهم يعني اكثر معلومات على المبادره. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى من الدوله انه تنظر للكفاءات هذم تدعمهم وتساعدنا في المبادره هذه تاع المستشفى، يعني تنظمها لنا، يعني الفكره صح صعبه من صعب ان تحققها ولكن ليست مستحيله لانه الشعب الجزائري فيها الخير. يعطيك الصحه، الجزائر فيها الخير والشعب الجزائري ما عندوش حاجه اسمها مستحيله، يعني الشعب اذا تضامن على حاجه راح يحققها باذن الله. اخو بارك الله فيك وسلمنا على ناس غردايه ان شاء الله يسهل عليك ان شاء الله. بالمناسبه واحده تحياتي يعني للعائله الكريمه الى الاصدقاء الى المتربصين كل الناس ولايه غردايه، كل الناس ولايه غردايه اي شخص يعرفني، الناس اللي ما كانش تعرفني هاني ظهرت في البلاطو هنايا كان الناس بزاف ما يعرفونيش، يعني كنت واصل معاهم في الخفاء. بالمناسبه الناس نحيي الناس الخير اللي كانوا يساعدوني في التطبيق هذا ما نعرفهمش لكن كانوا امنوا بالفكره هذه وكانوا يبعثوا لي المعلومات نزيدها في التطبيق. شكرا موصول لكامل الناس وبارك الله فيكم على الاستضافه. شكرا لك على حضورك معنا. شكرا لكم. مشاهدينا كان معنا السيد صبرو عبد العزيز اللي عرفنا على تطبيق اطباء الجزائر. بما انه رانا نتكلموا على الاطباء احنا ثاني فريق نيو داي فيه طبيب اللي حيطلع لكم بعد قليل.